السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هقول لكم على تنفيذ مشروع سور مجرى العيون وازاي تقدموا فيه واسعاره ايه وكام مساحته وشقق الاسكان فيه مساحتها قد ايه، وكل التفاصيل هتعرفوها عن سور مجرى العيون في الفيديو ده. تابعوا معايا الفيديو. الفيديو كله بيشرح سور مجرى العيون من اول ما تنفذ لحد ما اخر حاجة فيه. هو حاليا خلصان، في شوية تشطيبات من جوه بيخلص، يعني قدامه حوالي فترة قريبة جدا ويكون جاهز للاسكان. بس باب التقديم للاسكان في الشقق الاسكانية اللي فيه فتح، والشقق دي مساحتها كبيرة وبتبدأ حوالي من 130، وهقول لكم التفاصيل دي بس في آخر الفيديو. تعالوا نتكلم الأول عن المنطقة اللي هي منطقة سور مجرى العيون وقد إيه وعملوا فيها إيه. منطقة سور مجرى العيون اتنفذ فيها مشروع سكني ترفيهي مساحته 95 فدان، وبيضم محورين، المحور الأول ترفيهي خدمي والمحور الثاني سكني فاخر، سكني بطريقة حلوة قوي، والمحورين بيضموا حاجات كتير. نتكلم الاول عن المحور الترفيهي اللي هيبقى فيه عدد من المطاعم والكافيهات والاسواق المصرية والمسارح والسينمات والاستوديوهات الفندقية، كل الحاجات دي. بالنسبة للمحور السكني، هو تقريبا فيه 79 عمارة سكنية على الطراز الاسلامي بمحط ترفيهي، بمعنى ان المكان ده بقى مؤهل للسكن ومؤهل للتقديم انك تقدم فيه. في مول وفي مسرح وفي سينما ومحلات وكافيهات ومطاعم هتفتح ان شاء الله. هما لسه ما اعلنوش ان المشروع هيتسلم امتى، بس كل اللي كانوا كاتبينه ان هو تقريبا المشروع خلص، في شوية تشطيبات في العماير من جوه وبس. جايبالكوا صور كمان جوه من قلب المشروع، حلوة جدا. المشروع بقى بيهدف لإيه؟ بيهدف لتطوير سور مجرى العيون اللي هو بالقاهرة، وإعادة الواجهة الحضارية للعاصمة، زي ما هو قريب من مدينة الفسطاط اللي برضو الوزارة بتعملها، وكمان قريب من المتحف الحضاري، فهم بيعملوه بحيث ان تبقى منطقة حضارية كبيرة اللي هي منطقة مصر القديمة. تمام. المشروع ده إعادة تخطيط المنطقة العشوائية، ان هم يحولها من عشوائيات لمنطقة جذب سياحة، وكمان هيبرزوا فيها حاجات تاريخية وحضارية، وانه كمان المساحة بتاعته مش صغيرة، مساحة على تقريبا 95 فدان المساحة كلها، وبيتم تنفيذ المباني المحورية الترفيهية على مساحة تقريبا 16 فدان، يعني المباني على حوالي 16 فدان، والباقي هيبقى المسارح والكافيهات والفندق والحاجات اللي هتتعمل كلها فيه. تمام. وهيخلوها متنوعة وتشمل أسواق كتير زي الأسواق التراثية اللي هي مثل الخيامية والمغربلين والنحاسين، وغيرها كمان من المنتجات والكمان الحاجات اللي اتشهرت في القاهرة، وانه كمان قريب من القلعة، وان دي تراث حلو جدا، فهم بيأهلوا المنطقة ان هي تبقى منطقة كويسة للسياحة، وانه كمان هيعملوا فيها فندق كمان للسياحة ويجذبوا فيها السياح. بصراحة المنظر جوه جميل. تمام. طب تيجي بقى اقول لكم ايه هو الكومباوند ده. هم مسمينه كومباوند الفسطاط الجديدة، اللي هو منطقة سور مجرى العيون التابع لوزارة الاسكان. بجد عامل قلبان في منطقة مصر قديمة وتحفة، وتقريبا ناس كتيرة قوي سألت على الاسعار هناك، وبجد هينقلها المنطقة دي نقلة تانية قوي، نقلة كبيرة جدا. هيبقى اكبر كومباوند متكامل الخدمات في منطقه مصر القديمه، هيضم نافوره وسينما ومولات وفنادق وهيلتون وجراشات وكل الحاجات دي كلها، هما مش السياحي وغيرها كتير من المزايا اللي كاتبينها يعني. طيب مبدئيا كده انت تقدر تمتلك شقه في متشطبه بالكامل فوري باشياء ديزاين نظيفه وحاجات نظيفه، يعني تقدر تاخد شقة وتقدم على شقة متوضبة، الديزاين بتاعها شيك جدا، تاريخية. المقدم بتاعها هيبقى كام؟
المقدم كان قايلين ان هو 10%، يعني حوالي 300,000 جنيه، والاقساط على 7 سنين. الشقة بقى كلها بتعمل لها كام؟ الشقة كلها عاملة 3.5 مليون جنيه، وده طبعا بالقسط على مدار ال7 سنين. يعني هتدفع مقدم 300,000 جنيه وتقسط بقية 3.5 مليون على 7 سنين. طب الشقة مساحتها قد ايه؟ بتبدأ من 130 و150 و162 و170 و180 متر، دي كل المساحات بتاعتها. طبعا اللي عايز يقدم هيقدم سهل جدا على الصفحة بتاعت الفسطاط الجديدة، حاطين ارقام للتواصل والاستفسار. طب اللي قالك ان المبلغ كبير والكلام ده كله، المبلغ ده مش هتحس بيه مع مرور الوقت، هيبدأ سعر رمزي جدا، لان سعر شقتك هيتضاعف خلال شهور من الاستلام في مكان رائع زي ده في بؤبؤ القاهرة، ودائم من كل المعالم السياحية الكبيرة، ودائم من كل المحور الرئيسية في القاهرة، اكبر لوكيشن واقوى لوكيشن في وسط البلد، فيو القلعة ومتحف الحضارة وتلال الفستان، بجد موقعها حلو جدا. كمان نسيت اقول لكم ان العدد محدود جدا، وفي عمرتين تم حجزهم بالكامل بدفع 50,000 جنيه، ويا تلحق مكانك يا متلحقش. وبس كده، ده كان فيديو عن سوق التطور سوق مجرى العيون. بس كده، سلام.